السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن اتكلمنا عنه قبل كده، دائرة الأوسيليتور اللي بتركب لدوائر الباور. النهاردة في حاجة اسمها المديول أو سي اي 3/8، ده عبارة عن اس تي ار زي ما انتم شايفين بخمس أطراف. طبعا هنجربوه طبعا على دائرة الباور دي نشوف ايه النتيجة معانا. قبل ما نتكلم فيها هنشوف حاجة بسيطة. طبعا الدايرة اللي احنا عندنا دي اللي هنا دي الدايرة الأساسية بتاعت الكارتة دي فيها مشكلة، ورقمها تي دي اي واي سي طبعا الدرايفر تي دي اي 1530 اي. في مشكلة فيها البرق او الرعد او الكهرباء تقريبا، في مشكلة فيها عامة مفيش خارجة عندي ولا 12 فولت ولا ال 5 فولت. طبعا احنا اتكلمنا على دايرة الاوسيليتور دي قبل كده. الدايرة دي بتبقى الباور بتاعها عالي شوية، كويسة نوعا ما. الوطات بتاعتها بتبقى تقريبا 100 120 او 140 وانت طالع. طبعا معاها المانوال واحنا اتكلمنا فيها قبل كده، دي هنركنها على جنب وهنتكلم على المديول الجديد ده ايه طريقته ايه فكرته بالظبط. هي عباره عن اي سي اس تي ار، طبعا اي سي باور. الاي سي الباور دي ليها مجموعه اطراف، طبعا معاها بعض المقاومات ومكثفين تقريبا او موحد للانحيازات بتاعتها. الوات بتاعها بيتراوح ما بين 60 ل 80 وات، طبعا اقل من دي بكتير. ودي احنا كنا عاملين عنها برضو حلقة من الحلقات هتلاقوها في المصادر. هنشوف ايه موضوع دي دلوقتي. اهم حاجة عشان نعرف نركبوها ننزل الداتا شيت بتاعتها. طبعا انا منزلها طبعا. ده اسمها زي ما انتم شايفين اهو، ايا كان الوضع بالظبط. طبعا تتراوح ما بين ستينات 60 وات بثمانينات تقريبا حسب الجهد بتاعها طريقة التوصيل بتاعتها. طبعا الكلام ده ما فيش اي مشاكل فيه، يقول لك الاطراف ذات نفسها ايه الاتصال بتاعها، شرح تفصيلي للاي سي ذات نفسه. طبعا انا مش هيهمني قوي شرح التفصيل لان احنا ايه طبعا معانا دوائر انحياز عليها، فاحنا هنتعامل على الرسمة البسيطة اللي انتوا شايفينها دي. في طبعا مجموعة الاطراف دي موجودة عندنا، طبعا في لون نفس الالوان هي ما عدا اللي هو البرامج اللي هو البنفسجي بنغير باللون الابيض. هنمشي على نفس الخطوات دي بالظبط عشان نعرف نتعامل. نرجع كما قلنا، عشان نتعامل في حاجة زي دي هنضطر ان احنا نشيل الترانزستور الباور ده وهنشيل الاي سي درايفر خالص من على الدايرة.
ممكن استخدم الهوت اير، بس الهوت اير هيزولني او الشفرات انا ما بحبش استخدمه قوي. الطريقه اللي تعجبك استخدمها، اهم حاجه انت تطلع شغل نظيف وما تاذيش حاجه، اهم حاجه ما تاذيش حاجه. الطريقه اللي تريحك اتعامل بيها زي ما انت عايز. تيجي نشوف هنا بقى احنا هنعمل ايه واحدة واحدة. هنرجع للرسمة تاني، تبقوا معايا في الصورة. هنمشي حاجة حاجة، يعني احنا معانا نفس الاطراف اهي، هنمشي حاجة حاجة. هنمسك اللون الاسود، اللون الاسود ده هنحطهم على الجراوند او على الارض. الجراوند اهو بتاع المكثف هو ده. ادي الاصفر معانا، الطرف التاني كده برضو هناخده. طبعا احنا عملنا الاسمر خلاص، هناخده معانا الاخضر اللي هو رقم 6 على موجب المكثف الرئيسي. خلاص هناخده الاخضر ونحموه في موجب المكثف الرئيسي. طبعا ده الارضي زي ما انتم شايفين، ده الارضي لحمنا فيه الارضي اهو الاسود موجب المكثف الرئيسي اهو. الطرف التاني صور يا حسام، صور شوية. طب هنوقف تصوير ونكمل تاني يا جماعة. معلش يا جماعة هنكمل تصوير. العميل ده خل مش فاهم يعني ايه تصوير، مش مدرك ايه الموضوع ده. زي ما احنا قلنا قبل كده ان احنا قلنا الاسود مع الارضي والبلاس الموجب مع الطرف الاخضر معانا. هنرجع نكمل تاني زي ما احنا نكمل كده. طبعا في لون هناخده اللون البرتقاني او الاصفر مع الطرف التاني للمحول اللي هو المفروض يبقى على زي ما احنا هنشوف دلوقتي اهو، المفروض يبقى على. طبعا دي اطراف كده معايا، دي اطراف الترانزستور الباور شلناه خالص، هيبقى على الطرف الرئيسي ده اللي هو بالنسبه للمحول. المحول ده او الشوبر ده جزئين، ملف اهو وملف اهو. احنا هنشتغل على خارج الترانزستور الباور، هنلحم فيه دلوقتي اللي هو الطرف رقم سوري لونه اصفر. نطلع منه بالظبط كده عشان في ناس بتسالني بيقول لك انا لما الحم هنا حاجه ولا الحم من هنا حاجه. انا بنندهش بصراحه من الاسئله اللي بيسالوها. كده لحمنا الطرف الاصفر، هنرجع تاني معايا. في عندنا الطرف الاحمر هيكون على الملف الثاني، قلنا في ملف اهو وفي ملف اهو على الطرف الثاني بالشوبر او المحاول بتاعنا. طرف رقم ايه مش عارف ماشي بالارقام ليه، لونه احمر. نمشي زي ما كنا. زي ما هو كده اهو، طرف
هنلحم في مكثف الهواء، هنلحم في ملف هو مع المكثف مع الموحد، صح كده، مع الموحد، مع الموحد الشرق الأحمر مع الموحد هيتفضل معانا اللي هو بنفسجي اللي هو الأبيض عندنا هنا على الفوتو كابلر على الطرف رقم 4. الطرف رقم 4 سواء في الأوسيليتور القديم ده أو في الأوسيليتور الجديد اللي احنا شغالين بيه دايرة الباور الجديدة، طرف 4 كده كده ثابت لأن التلاتة على طول على الأرض. يبقى احنا هنلحم الأبيض اللي عندنا على طرف 4 في الفوتو كابلر ده. نرجع تاني رقم 4 فين؟ احنا معانا ادي 1 2 3 4 الطرف ده هو نلحم فيه. بسم الله ادينا لحمنا في طرف رقم 4. احنا كده طبعا وصلنا الاطراف بتاعتنا كلها كامله. هديها بس باور عشان اشوف الخرج بتاعي هيطلع عندي هنا على الدايره دي ولا لا، ولا ايه اللي هيكون بالظبط. بسم الله زي ما انتم شايفين. بسم الله كده 5 فولت طلع عندي اهو، كده 5 فولت. نشوف كده ال 12 طلع معايا اهو زي ما انتم شايفين. طبعا كده انا مش محتاج ان انا اجيب الشاشه واجرب قدامكم، بس هي كده كده الدايره القديمه انا شلتها اهي، الدرايفر بتاعها بالترانزستور. طبعا الاس تي ار دي او الاي سي دي او المديول اللي هو الثلاث تمانيات ده ما ينفعش يركب لشاشات عاليه، شاشات كبيره وطاتها عاليه. اللي ينفع اركب الاوسيليتور دايره الاوسيليتور بتاعتنا دي عليه بدل ما اركب دايره دي، لان دي وطاها قليل، دي وطاها عالي، ودي احنا كنا عاملين عنها فيديو ممكن ترجع له ثاني. متشكرين يا جماعه، شكرا.